نلعب في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء. محمد ربيع على تنفيذ الخطأ، يلعب كرة داخل المنطقة الرأسية، خطرة جول، خطرة جول، خطرة جول الثاني لمصلحة مرباط عن طريق هيرمان كواو. هيرمان كواو يضيف ثاني الأهداف لمصلحة نادي مرباط ليقلب النتيجة. الفريق الأحمر، الفريق الأحمر يظهر بقوة في الشوط الثاني ويقلب الطاولة على المارد ويتقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب هيرمان كواو برأسية مثالية وبكرة جميلة. وفي الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، شوف الكرة الماضية، هل هو متسلل أم لا؟ لا لا، هو ما كان متسلل، نوح كان متسلل ولكن هو ما كان متسلل، وبالتالي الهدف سليم والقرار سليم والتقدم سليم لمصلحة نادي مرباط عن طريق اللاعب هيرمان كواو. يتقدم العفاريت الآن، أبناء طرفيت يتقدمون. بالتشكيلة المكونة، هنا لدينا فرصة، محاولة، جول، أول الأهداف يأتي لنمور سبحان عن طريق الإبواري حرمان. نادي مرباط يسجل الهدف الأول ويفرح الأنصار والمحبين، وهدف في توقيت مثالي. نادي مرباط نعم يسجل الهدف الأول عن طريق حرمان الذي يتواجد في المباراة الأولى مع نادي مرباط، لكن انت لاحظ كرة نوح وبعد ذلك المتابعة وثم بعد ذلك الكرة في الشباك، ونادي مرباط يتقدم بالهدف الأول، ويا لها من إثارة كبيرة في بداية هذه المباراة. ومرباط يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء، لاحظ المتابعة من الإبواري، الفيل الإبواري.
الخطيرة الخطيرة هذه خطيرة هذه جول ومسلم عكعك يعود بالعفاريت إلى المباراة ويسجل هدف التعادل في الوقت القاتل ومرباط يعود إلى المباراة ويسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب مسلم عكعاك ليسجل بذلك مسلم سادس هدف له في بطولة الدوري. إذا هدف التعادل يأتي لنادي مرباط وهدف التعادل الذي يأتي الآن بعد مرور بعد عبور وبعد ذلك الكرة التي وصلت عند اللاعب حرمان وليس مسلم. حرمان هو من سجل اللاعب رقم 9 أو من نعم حرمان هو من سجل. إذا حرمان اللاعب الإفواري سجل ثالث هدف له في بطولة الدوري في ثالث مباراة. لكن هنا لدينا عامر الشاطري الذي مر من الأول ثم الثاني ثم الثالث وبعد ذلك لمصلحة الفريق الأحمر لمصلحة مرباط. نوح 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 يا عفاريت يا عفاريت يا عفاريت الله يسجلون في وقت لا تعويض يطيحون بالأخضر الصحراوي لكي يأتون هنا ويطيحون بالأزرق ويعودون إلى ظفار في ملحمة أخرى عنوانها الإطاحة في الدور الثاني. في الدور الثاني شغالين انتصارات شغالين فوز شغالين شغالين مرباط يسجل الهدف الثاني. الكرة واصلة عند أحمد مانع مستمرة هذه الكرة والآن عند نوح وائل. نوح يحاول في هذه الكرة وفي هذه المحاولة نوح مرة من سمير الكرة جول جول
هدف الأول يأتي لنادي مرباط عن طريق حرمان للمباراة الرابعة على التوالي. نعم حرمان يسجل الهدف الرابع له في بطولة الدوري وفي رابع مباراة. إذن حرمان الأولى لم تصب، الثانية كانت خاطئة، والثالثة في الشباك، وهدف أول لنادي مرباط. نوح والأرسل الكرة وبعد ذلك